يا تامر والله انا قلت له يتفرج على الجزء اللي احنا عملناه الاول يا كابتن اسلام. مهم جدا. هل النهارده لو راح لاتحاد الكوره وقال لهم عايز حكام اجانب حد هيقول له لا؟ لا، اللي هو ثروت سويلم هيوافق، مش يعني مش زي الكاس، احنا مش في الكاس زي السنه اللي فاتت لما كان هو مصر على حكام اجانب وما رضوش في اتحاد الكوره يجيبوه. لا، احنا في الدوري كانوا هيجيبوا لك زي المصري لما طلب حكام اجانب وجابوا حكم، جابوا حكم مش موظف في الدوري السعودي والنادي الاهلي كسب وكان حكام اجانب. النهارده ما انت كان سموحه يا عايز حكام اجانب قبل المباراه يدفع ال 25000 دولار وكان يجيب حكام اجانب. ده بالعكس، انا النهارده لو اتكلم على امين عمر، امين عمر ظلم النادي الاهلي في الشوط الاولاني طبعا في وقت ضايع مستحق اكتر من 3 دقائق، يعني كان بيتظاهر لاعب سموحه بالوقوع النهارده وتضييع الوقت. الشوط الثاني نفس الكلام، احمد صبحي يستحق الطرد وبرده وقت ضايع كتير والحكم تغاضى عن كرات، غير بقى الفاولات والحاجات اللي بيحجج دايما لعب الاهلي ودايما بيكسر حتى الريتم. كل ما تبدا تحط ريتم سريع وعايز تزود الريتم الحكم بفاولات في اماكن يعني كرات ما فيهاش حاجه تلاقيه بيروح مهدي الريتم تاني.